نشرة أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم. إذا الموعد الرياضي نستهله بطبعة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي اختتمت أمس بمدينة قنيا التركية، حيث أنهت الجزائر مشاركتها في المركز العاشر بمجموع 42 ميدالية، 7 ذهبيات و12 فضية و23 برونزية، ومزيدا من التفاصيل يطلعنا عليها زميل عبد العزيز بن سالم. 42 ميدالية هو رصيد الجزائر في مشاركتها في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بقونية التركية، 7 ذهبيات واثنتان وعشرون فضية وثلاث وعشرون ميدالية برونزية. السباح جواد سيود سطع نجمه في سماء الألعاب بحصوله على 3 ميداليات، بينها ذهبيتان في سباق 400 متر سباحة متنوعة والمئتي متر سباحة 4 مرات، أما الفضية فكانت في سباق 200 متر فراشة. رياضة الرافل حصدت بدورها ذهبيتين وثلاث برونزيات. لام يعيسيوي وشهرزاد شيباني في الزوجي، ونسمة بوكرنافة وطارق زكيري في الزوجي المختلط ترصعوا جميعهم بالذهب ومنحوا ميداليتين تاريخيتين للجزائر في هذا الاختصاص. أما الكرة الحديدية فبصمت هي الأخرى على حضور لافت في الألعاب بحصد 5 ميداليات، من بينها ذهبية واحدة كانت من نصيب بشير مختاري في الرمي بالدقة، وكان بالإمكان أن يكون الحصاد أكبرا باعتبار أن الجزائر كانت حاضرة في 5 نهائيات، فاكتفى البقية بالميدالية الفضية. الجيد الذي كان منتظر منه الكثير تمكن من تحقيق ميدالية ذهبية وحيدة عبر البطلة أمينة بالقادي، فيما حصلت زميلاتها يمينة حلاطة وسونيا أصلاح الميدالية الفضية. مضمار ألعاب القوى شهد تتويجا منتظرا للعداء أمين بوعناني بالميدالية الذهبية في سباق 110 أمتار حواجز، بينما اكتفى عبد الملك لاهولو بالبرونز في 400 متر حواجز. وفي الرياضات القتالية نال الكيك بوكسينج الجزائري 10 ميداليات، بينها فضية واحدة لذكرى بن دعاس. تختم الرياضة الجزائرية مشاركتها في ألعاب التضامن الإسلامي في المركز العاشر في جدول الميداليات. يذكر فقط أن المشاركة الجزائرية في هذه الطبعة تعد أحسن مشاركة وحصيلة في تاريخ مشاركاتها بعد الدورة الرابعة التي استضافتها مدينة باكو عاصمة أذربيجان عام 2017، فهنيئا للجزائر وهنيئا لأبطالنا، مزيدا من النجاحات والتألق في الاستحقاقات المقبلة. في السباحة يشارك المنتخب الوطني في النسخة 15 للبطولة الإفريقية للأكابر رجال وسيدات المقررة من 20 إلى 24 أوت بتونس ب13 سباحا. إذن الموعد القاري سيعرف مشاركة 27 منتخبا آخر إلى جانب الجزائر وتونس، البلد المضيف غامبيا، غينيا، كينيا، مالاوي، مالي، المغرب، غانا، موريس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، السودان، تنزانيا، أوغندا، زيمبابوي، أنغولا، جنوب أفريقيا، البنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، مصر، إسواتيني، مدغشقر، بوراندي والكامرون. وستجرى منافسات هذا الموعد القاري المائي بالمسبح الأولمبي برادس وشاطئ قمرت. بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم المجاهد وانعقاد مؤتمر الصمام، نظمت مدينة الجزائر تحديدا بباب الواد تظاهرة رياضية للترياتلون الذي يمثل المرحلة الثانية للجائزة الكبرى، شملت 3 اختصاصات: السباحة، ركوب الدراجات، والجري، بمشاركة الزيادة من 130 رياضيا. التغطية كانت للزميلة لبنى برويسة. المرحلة الثانية لترياتلون الجزائر بالعاصمة شهدت تنافسا كبيرا بين الرياضيين المشاركين في الاختصاصات الثلاث. المنافسة بدأت على شكل مراحل مختلفة، بدءا بالسباحة، ركوب الدراجات، ثم الجري على الأقدام.
سيطرة نادي نوتيك وهران كانت واضحة عند فئة الأكابر الرجال والتي تصدرها غوتي فتحي متفوقا على منافسيه بنيله المرتبة الأولى في اختصاص الدراجات. كل مسابقة راه يزيد يتسقم ويتأميليورا الحمد لله. كل خضرة رانا نديرو وقت شباب. نشكروا كاع اللي عاونونا واللي وقفوا معنا من البعيد من القريب، وهذا الاداء نادي العائله تاعي وزميلي اسامه اللي راه في الخارج. اما عند السيدات فالمرتبه الاولى كانت من نصيب قايد ايمان من نادي جيل جلفة التي انتزعت اللقب الوطني بجداره واستحقاق. فيغ دو موا اللي عاد حصلت المرتبه الاولى وشرتو في النهار كيما هذايا، وكوم سي لا دوزيام تاني ايديسيون تاع غران بري. دونك الحمد لله لورغانيزاسيون كانت يعني في المستوى، بروغريسيت على واش كنت، دونك سي بلوتو بوزيتيف. هذه النسخة تعتبر انطلاقة جديدة لترياتلون في الجزائر، كما تعد فرصة مواتية للدفع بهذا الاختصاص على المستوى الوطني. احنا هذه الرياضة هذه في الجزائر عامة راهي جديدة، دونك راهي في تطور، إن شاء الله احنا حبينا نعطوها نفس كبير في ولاية الجزائر خاصة، وبالضبط بلديه خيرنا بلديه باب الواد. بلديه باب الواد عندها نكهه خاصه، وحبينا دائما نزامنوا التظاهرات الوطنيه خاصه التاريخيه مع النشاط تاعنا اللي هو النشاط الرياضي. صحيح ان التخياتلون ماشي معروف عالميا، وسيت اون ديسيبلين اولمبيك دوبي 2000، يعني 22 سنه وهي اولمبيك، لكن في الجزائر احنا تاسست الرابطه عندها 8 شهور، دونك كي شفنا اقبال كبير خاصة من جائحة كورونا، الناس اللي ما كانش تخدم وما كانش تخرج، كان إقبال في مشاركة هذا التخصص، خاصة السباحين اللي كانوا من قبل تأقلموا مع هذا النشاط اللي فيه ثلاث تخصصات: سباحة، دراجة، وجري على الأقدام. اختيار ملعب فرحاني بباب الواد ومحيطه راجع لموقعه المتميز وسط المدينة، وهو ما منح صورة جميلة عن الجزائر العاصمة. ألغيت منافسات جداول الإناث للبطولة العربية للتنس لفئة أقل من 14 سنة التي كانت مقررة بتونس أو بالحمامات التونسية من 19 إلى 24 من الشهر الجاري، ذلك بسبب قلة المشاركات الدول المشاركة قول، حيث تم تأكيد مشاركة تونس والجزائر فقط، ما دفع المنظمين لإلغائها حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية على صفحتها الرسمية فيسبوك. وكانت الجزائر ستشارك باللاعبة ماريا بعداش، ناصر غولي، وكاميل شبوب تحت تأطير المدرب جلالي الإصلاح. في الألعاب العسكرية ومواصلة لفعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022، شهد ميدان القفز للقاعدة الجوية عين وسارة بالناحية العسكرية الأولى إجراء منافسة القفز المظلي بقوام فصيلة من تنفيذ سباق على مسافة 10 كيلومترات. المرحلة عرفت مشاركة 16 فريقا في ظروف تنظيمية محكمة وسط أجواء تنافسية عالية. المزيد مع أحمد صويلح.
إذن كما ذكرت فعاليات والمسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 متواصلة، حيث شهد ميدان القفز للقاعدة الجوية عين وسارة بالناحية العسكرية الأولى إجراء منافسة القفز المظلي بقوام فصيلة مع تنفيذ سباق على مسافة 10 كيلومترات. وسنعود إلى الموضوع في هذه النشرة. في سياق منفصل، أوقعت قرعة تصفيات كان 2023 لفئة أقل من 23 سنة المنتخب الوطني والجزائري في مواجهة الفائز من المباراة المزدوجة بين منتخبي إثيوبيا والكونغو الديمقراطية شهر أكتوبر القادم، ويدخل الخضر من الدور الثاني بعد إعفائهم من الدور الأول، كما سيواجهون في حال تأهلهم منتخب غانا في الدور الثالث شهر مارس المقبل. يذكر أن 7 منتخبات يتأهلون إلى كان المغرب العام المقبل، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الألعاب الأولمبية بباريس 2024. إذن هذه الصور التي نشاهدها هي لفئة أقل من 17 سنة المنتخب الوطني لهذه الفئة الذي اختتم تربصه التحضيري تحسبا لكأس العرب المقررة بالجزائر. اختتم تربصه هذا بمباراة ودية أمام منتخب جزر القمر على ملعب الرويبة، وفاز عليه 7 أهداف لهدف. إذن المباراة وقف فيها المدرب رزق رمان على جاهزية اللاعبين من عدة جوانب وفي مختلف الخطوط، وكانت فرصة أيضا للناخب الوطني لتجريب خططه التكتيكية. وتحسبا للموعد العربي، التحقت بالجزائر أول الوفود المشاركة، ويتعلق الأمر بكل من السودان والمغرب والعربية السعودية، وكان في استقبالهم نائب رئيس الفاف جمال مربوط. وعقب المباراة تحدث مدرب المنتخب الوطني فئة أقل من 17 سنة رزق رمان عن المباراتين الوديتين أمام جزر القمر وقبلها اللاعبون الذين أبدوا استعدادهم لدخول غمار البطولة العربية، وتحدثوا أيضا عن فترة التحضيرات تحسبا لهذا الموعد الهام. والتغطية كانت للزميل وليد فرحاني. On a su remonter le jeu, il fallait jouer calmement, avec patience, et on a su marquer des buts, trouver les bonnes options et marquer. Et c'est ça, on est fiers. On aurait pu, c'est un but à éviter, et on travaille pour la prochaine fois. Et Inch'Allah, on va jusqu'au bout. Ah oui, on est très prêts. On a faim et Inch'Allah, on va la gagner, Inch'Allah. حقنا الفوز مبارتين، فهذه المباراة الأولى وهذه المباراة الثانية، لأنه نعرفوا لعبنا هذه المباريات ودية باش نعرفوا المستوى نتاعنا وين وصلنا في التحضيرات. إن شاء الله احنا رانا معولين نربحوا كأس العرب. وهذه المباراة درنا حاجات ملاح وحاجات ماشي ملاح رغم الفوز العريض، راح نحاولوا نصحوا أخطائنا إن قمنا بأخطاء في هذه المباراة باش نحسنوا أنفسنا من أجل المسابقة إن شاء الله. التحضيرات كانت مليحة وكانت في أجواء جيدة. احنا نطلب من الجمهور الجزائري يدعمنا في الملاعب ويدعمنا، إنه الجمهور لاعب رقم 12 في الملعب، نطلبوا منهم الحضور المباريات والدعم النفسي لنا إن شاء الله باش نخلوا كأس العرب في الجزائر إن شاء الله. مدرب هذه الفئة رزق رمان تحدث عن التحضيرات وأكد على أنها جارية على قدم وساق، كما تطرق إلى المباراتين الوديتين أمام جزر القمر مؤكدا أنها محطة تحضيرية من جوانب عدة والوقوف على جاهزية العناصر الوطنية. ميكروفون وليد فرحاني ثانية. على كل حال الهدف تاعنا في هذه المباراتين وديتين، خاصه احنا خممنا بلي اللاعبين هذو كان لازم العم على الاقل تكون عندهم فكره على المستوى الدولي، هو الهدف تاعنا الرئيسي. اللقاء الاول كان شويه محتشم من طرف اللاعبين، ولكن بعد ما لعبوا اللقاء الاول اكتسبوا نوعا ما شويه ثقه اللي خلتهم في اللقاء الثاني كانوا متحرين اكثر، يعني خاصه في اللعب في العمل الهجومي. رغم ان في اللقاء الاول كان عندنا عده فرص ضيعناها، وهذا يعود لسوء تسيير بعض
بعض المباريات الدولية لازم الضغط شوية اللاعبين تسير المشاعر تاعهم، ما يخفلكش بلاد اللاعبين راهم في إطار تكوين، راهم في مواليد 2006 عندهم 16 سنة في عمرهم، دونك مازال عندهم عامل كبير يزيد يكون يستنى فيهم باش يولوا لاعبين كبار اللي نسنهم يولوا يعرفوا يسيروا الأوقات الصعبة والأوقات اللي تكون في صالحهم في الميدان. ولهذا هذه اللقاءات تخليهم يكتسبوا خبرة وثقة للأهداف اللي راهي مسطرة مع هذا الجيل اللاعبين اللي هو ما يخفاكم عن الهدف تاعنا هو كأس إفريقيا الأم من 2023 راح يلعب هنا في الجزائر، وحنا الهدف تاعنا هو التأهل إن شاء الله للمونديال. وهاد اللاعبين بطبيعة الحال رغم نقص المنافسات الدولية، رغم أن هذه المنافسة نقولوا جاتنا في وقت شوية ماهوش البلانينغ اللي حبيناه، ولكن الحمد لله على كل حال نقولوا الحمد لله قدرنا نكتسبوا، لو كان اللاعبين تاعنا كتسبوا شويه خبره دوليه خلتهم يربحوا شويه ثقه باش يوجدوا روحهم لهد الكاس العرب يدخلوا ان شاء الله بقوه. ما يخفاكش باللي كاس العرب هذا راهي كذلك فرصه راح تكون لنا فرصه نزيدوا نحتكوا بفرق اخرى واللاعبين يزيدوا يكتسبوا خبره وتجربه اخرى ان شاء الله تخليهم يتقدموا للامام ويطوروا الامكانيات نتاعهم. هذا وأكد رمان على جاهزية فرديته تحسبا للموعد العربي بالجزائر، وسيقدمون كل ما لديهم للذهاب بعيدا في هذه المنافسة. الجاهزية داير احنا كان عندنا هذا هو المعيار الاول، يعني خاصه اللاعبين الجزائريين عندنا كاع اللاعبين الله يبارك الجزائر عندها المواهب، ولكن الجاهزيه كل لاعب خاصه في هذه الفئه العمريه الجاهزيه تختلف من طفل الى طفل، كاين تحولات فيزيولوجيه تحولات بيولوجيه راهم في تطور النمو يعني في لاكرواسونس تاعهم، ولهذا يعني ما عندهمش ثبات في المردود تاعهم يعني مام التكوين تاعهم متذبذب، دونك بطبيعه الحال يعني تسيير هذه المرحله حساسه جدا لهذا الجيل من اللاعبين، لهذا لازم تكون متابعه نفسيه متابعه من كل ناحيه باش هاد اللاعبين ان شاء الله نلحقوهم للمستوى العالي. ما يخفالكش باللي كذلك باللي هاد النواه ما نواه عندنا نواه كبيره تضم حوالي 50 لاعب لحد الان، هادو هما اللاعبين اللي تم اختيارهم حسب الجاهزيه اللي راهم مواجدين. لاعبين اخرين يقدروا ينضموا خاصه كي نشوفوا المجموعه اللي شاركت في شمال افريقيا في مارس، واليوم نقدر نقول لك باللي حوالي 50% من التعداد تغير، دونك ولهذا كل خطره راح يكون جديد ان شاء الله، الاحسن يكون في هذه النخبه الوطنيه لتمثيل الفريق وهذا الجيل في المحفل الدولي لو جينا اللي هو الهدف تاعنا لكاس افريقيا 2023 ان شاء الله. وهذا ما نتمناه بالتوفيق لنخبتنا الوطنية في هذه الخرجة العربية. دائما مع هذا الحدث شهد ملعب المركب الرياضي الرائد أفراج بمستعانم آخر التحضيرات لاحتضان منافسة كأس العرب لفئة أقل من 17 سنة إلى جانب ملعب مدينة سيك بمشاركة 16 فريقا، والتفاصيل في تقرير محمد أمين بقدوري. بمرافق رياضية مختلفة يتهيأ المركب الرياضي الرائد فراج بمستغانم لاحتضان مباريات النسخة الرابعة لكأس العرب عند فئة الناشئين. هنا تم وضع كل الترتيبات تحسبا لاستضافة البطولة في أفضل الظروف. والأمور يعني جارية يعني في وتيرة يعني عالية لاحتضان هذه الدورة. إن شاء الله كما تعلمون المركب الرياضي الرائد فراج يحتوي على عدة وحدات منها القاعة متعددة الرياضات وكذلك المسبح قاعة كذلك الايروبيك وعندنا كذلك كما نقولوا لوبرج وكذلك خاصة الملعب محمد مسعيد هو اللي غادي يحتضن هذه الدورة. الأسرة الرياضية بمستغانم من جهتها ترحب بالحدث وكلها عزم على الإسهام في نجاحه. نرحب بالأشقاء العرب نقول لهم راكم في بلدكم الثاني، نشكر مدير المركب اللي راه واقف هو والعمال ومدير الشباب والرياضة اللي راهم واقفين باش هذه التظاهرة إن شاء الله تنجح كما نجحت التظاهرة تاع الألعاب بحر الابيض المتوسط اللي كانت في المستوى رائع. شي فرح وخاصه للشبان اللي جو بونس يوغا ان موند فو هنايا باسكو التظاهره كيما ندير راح تجلب الانظار المستغانميه لحضور هذه المنافسه.
الدخول لمشاهدة مباريات هذه الدورة سيكون بالمجان، ما يشكل فرصة مواتية للجمهور الرياضي المستغنمي للاستمتاع بالمواهب العربية الناشئة. اختار الاتحاد العربي لكرة القدم 32 حكما من بينهم 3 جزائريين لإدارة مباريات كأس العرب لأقل من 17 سنة المقررة في الفترة من 23 أوت إلى 8 سبتمبر بسيغوا مستغانا. الحكام والجزائريون الذين اختيروا للبطولة هم حكم الساحة إلياس بوكواسا والحكمان المساعدان محمد سراج وإبراهيم حملة. نمر الآن إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، لكن هذه المرة فئة أقل من 20 سنة، الذي سيدخل في تربص تحضيري بمصر شهر سبتمبر القادم استعدادا لدورة اتحاد شمال أفريقيا المقررة من 18 إلى 24 أكتوبر بمصر والمؤهلة إلى كأس أفريقيا للأمم 2023 حسب ما أوردت الفاف على موقعها الرسمي. تربص سيكون فرصة للعمل على الجانب الفني والتكتيكي فضلا عن عامل الانسجام واللعب بالكرة. وفي تصريح خاص به الموقع الرسمي للفاف، أفاد مدرب المنتخب الوطني لهذه الفئة محمد لاسات أنهم سطروا برنامجا خاصا في تربص سبتمبر المقبل للتأقلم مع الملاعب والمنطقة التي ستحتضن الحدث. نتابع. يبقى مدرنا تربص تحضير، ويكون في مقابلتين تاع التحضير، ويكونوا هما كما يقولوا المقابلتين الاخيرتين لهذا التورنوا. ان شاء الله ما كما يقولوا عندنا امكانيات، وانا متفائل كثير لان نعرف اليوم الفريق اكثر، عندنا فرص كثيره باش نتاهل. هذا وقيم لاسات المشاركة الجزائرية في البطولة العربية السابقة التي أجرت بالسعودية وأقصي فيها الخضر من المربع الذهبي، مؤكدا أنهم لم يبلغوا الهدف المرجو، علما أن المنتخب بلغ نهائي الطبعة السابقة. يجعل في البطولة العربية نقولوا ماهيش يعني إيجابية 100%، ولكن هي نتيجة مرضية، لأن أولا حقنا نصف نهائي ودينا مرتبة ثالثة في وسط 18 فريق، والأسباب اللي ما خلتناش نحكوا النهائي على الأقل هو الهدف اللي كنا مسطرينه، هو غياب ما لا يقل على 7 لاعبين أساسيين تاع الدورة اللي فاتت، وفي نفس الوقت هذا الغياب تاع اللاعبين اللي كان نقص لنا من حالة التقنية كان إيجابي من ناحية أخرى، وين اكتشفنا بعض اللاعبين جدد راح يكون لهم مستقبل إن شاء الله في الفريق الوطني هذا أقل من 20 سنة. أعلنت الاتحاديات الجزائرية لكرة القدم عن تنظيم ندوة للحكام في الفترة الممتدة من 21 إلى 26 أوت الجاري بمركز سيدي موسى قبل أيام قليلة فقط عن انطلاق البطولة الوطنية المحترفة، ذلك لفائدة 52 حكما دوليا وفيدراليا منهم الحكام المساعدين. قدم نادي شباب قسنطينة لاعبيها الجدد الذين تعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية تحسما للموسم الجديد، وجلبت إدارة الخضورة في الساعات الأخيرة كل من حمزة دمان من هلال شلغوم العيد وعبد الحفيظ عبد الحق من مولودية الجزائر، ليرتفع عدد المستقدمين إلى 7 بعد كل من زعلاني وحراري ومداحي وخالدي ومداني. يذكر أن الفريق يواصل تحضيراته بالعاصمة بعدما قام بتربص أول بتونس. في تحضيرات شبيبة الثورة أنهى أبناء الجنوب تحضيراتهم بتونس تحسبا للموعد الكروي الجديد بودية جمعتهم بنادي الاتحاد المنستيري التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، وسجل للثورة كل من ملال بن عمر وضياء الدين بن يحيى. وكانت الشبيبة قد أجرت عدة مباريات إعدادية في تونس أبرزها ضد أمل حمام سوسة وفاز خلالها بثنائية نظيفة. ومباشرة عقب اللقاء تحدث اللاعبون عن التربص، كذا مدرب شبيبة الثورة. لنتابع التصريح.
الحقيقة مباراة حطتنا في الأجواء الرسمية، لأنه لعبنا في ملعب صعب جدا معروف في تونس أمام فريق ممتاز وممتاز جدا، هو الاتحاد الرياضي المنستيري، عنده مشاركة في دوري أبطال إفريقيا. لكن الأكثر أنا الفرحان به هو ردة فعل الفريق، كان تأخر في النتيجة عدل، تقدمنا في النتيجة، التغييرات كانت معناها عطت إضافة محترمة، وعشنا كذلك معناها بعض التجاوزات التحكيمية اللي خلتنا نعيش الأجواء الرسمية، وحاجة معناها استفادة كبيرة برشا باش نحسن التصرف مستقبلا مع الأحداث هذه اللي ممكن تعترضنا في في أخباري. دائما مع الأخبارية المحلية وآخر تحضيرات الأندية المحلية، أنهى اتحاد الجزائر معسكره التحضيري بتونس بفوز ثالث في مبارياته الودية، وذلك على نادي مستقبل المرسى التونسي بثلاثة أهداف لهدف. وسجل هدف الاتحاد الأول باشا بحلول في الدقيقة الخامسة، وفي الدقيقة الخامسة عشر أضاف عبد الفتاح بالقاسمي الهدف الثاني. أما ثالث الأهداف فوقعه أيمن محيوس عند الدقيقة 50، وبذلك يحقق رجال المدرب وعلم شارف ثلاثة انتصارات وتعادل في التربص الإعدادي الذي اختتم مساء أمس. الحمد لله، يعني التربص مشى في ظروف جيدة من ناحية المادية، وسائل التدريب، من ناحية التنظيم، من ناحية كذلك السلوك نتاع اللاعبين، السلوك تاع المؤطرين، يعني كان في المستوى. طبعا هذه سهلت لنا باش خدمنا في التحضير تاعنا، هذا تقريبا نقولوا درنا البرنامج تاعنا ب 90%، لانه خصنا في الحقيقه مباراه، لانه في الظروف هذه الفرق للاسف الفرق التونسيه ما بداش التحضيرات تاعها، اذا صعيبه باش تسيب فريق تاع درجه ثانيه ولا درجه اولى، ولكن هذا ما يمنعش انه البرنامج تاعنا كما قلت نجم نقولوا 90%. طبعا فيه اشياء ايجابيه كثيره، فيها اشياء سلبيه اللي رانا نلاحظوها من الناحيه التكتيكيه، واللي علينا باش كي نرجعوا للعاصمه ان شاء الله نزيدوا نخدموا ونصحوها وننموا خاصه الروح الجماعيه اللي هي في بعض الاحيان ناقصه شويه، اللي تخلي درنا فرص كثيره. كل المباريات اللي لعبناهم درنا فيها فرص كثيرة، على الأقل كل مباراة 10 فرص، يعني ثاني حل التسجيل، وهذا يدل على طريقة تاع اللعب السريعة اللي يلعبوها والفنية، ولكن ينقص التركيز وينقص كذلك تنقص الروح الجماعية والفطنة. إذا هذو ما نجموش في 10 أيام باش نصحوا كل شيء هذا. إن شاء الله كي نرجعوا نزيدوا نحسنوا ونركزوا على نقاط اللي ممكن ما ظهرت لناش جيده، وعندنا ما نقولوش عندنا الوقت، ولكن المباراه الاولى لازم نكونوا جاهزين باش تكون المسيره تاعنا ان شاء الله ايجابيه من بعدها. في خبر آخر، عين تقني سمير زاوي مدربا جديدا لأولمبي لمدية تحسبا للموسم الجديد بعد الاتفاق على كامل تفاصيل العقد مع رئيس الفريق كمال دامارجي حسب ما أعلن عنه النادي الناشط في القسم الثاني على صفحته الرسمية فيسبوك. وسيشرع زاوي في مهامه غدا السبت بحول الله. والآن نمر مشاهدينا الكرام بكم إلى الألعاب العسكرية الدولية بمنطقة بوغار الناحية العسكرية الأولى. إذن وبقي تفاصيل هذا الموضوع يطلعنا عليه الزميل أحمد صويلح. اليوم الرابع من الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جواً 2022 المقامة بالجزائر، جرى وكالعادة وسط ظروف تنظيمية محكمة وتنافس كبير بين الدول المشاركة.
16 فريقا كان على موعد بعين وسارة مع منافسة القفز الميدالي بقوام فصيلة مع تنفيذ سباق على مسافة 10 كيلومترات، وأبان فيها الرياضيون عن إمكانيات بدنية وتقنية عالية تتناسب وطبيعة مهام الفرد العسكري خاصة في الظروف الصعبة. للإشارة عرفت هذه الألعاب الدولية منذ بدايتها حضورا جماهيريا لافتا تجاوب مع المنافسين في جو زاد المسابقة حماسا. بهذا أصل وإياكم شأن الكرام إلى ختام الموعد الرياضي، شكرا على المتابعة والسلام عليكم. هذا البرنامج برعاية